صباح الخير من جديد على كل المتابعين ومستمرين معكم من خلال حلقة اليوم من صباحات سودانية. ويمكن وصلنا لواحدة من الفقرات اللي هنطلع فيها من الكاميرا أو من الاستوديو إلى كاميرا خارجية، هي فقرة تكريم اللاعب والإداري السابق بأندية الشعبية بحري والإخوة حيدر علي صالح في لمسة وفاء بنادي أو من نادي الإخوة والشعبية في كل من الرياضيين ببحري بمشاركة النجوم الدوليين. نمشي نتابع الفقرة، معنا مشاركة عبر الهاتف، لكن بعد ما نمشي نتابع الفقرة حنوريكم معنا. أحباب الأعزاء، تحية بكل ترحاب أجمل وأحلى، وهي لحظات بعد أن قضينا التكريم الرائع الأجمل والأحلى بمنزل المحتفى به حيدر علي صالح. ونحن اليوم نلتقي في هذه الأمسية في واحدة من أجواء الفخامة للمباراة الاستعراضية التكريمية ما بين أنس والبرتغالي مع نجوم كوبر وبدر الدين بخيل، حريري الشمين وبها الدين ومحمد موسى الريدة وأيضا الصيني وكوكب بقيادة موسى عجب، فكيف يكون الواقع واللقاء؟ عوض الله السيربان ونجوم أبزاز مع الزكا الزين آدم بارو، أجيال تتواصل في كوبر ومع مدرسة متفردة هنا بالشعبية. إذن نتجول على الملعب مع نجوم كبار مع أيضا على جنبات الملعب. تحية أيضا للزميل الجيلاني عيسى عبر صحيفة جون ومن خلال المشوار لهذا اللقاء الحاضر. أيوة يا سلام، أيوة يا سلام، أيوة. حيدر علي صالح أحد رموز مدينة بحر الرياضية، راجل إداري له باع كبير في مدينة بحري. الشيء اللي عملوه شباب الشعبية يعني شيء يمثل بحري عامة، ما جزء من بحري يعني الشعبية. نحن كأبناء بحري سعيدين بالتكريم وسعيدين بتواجدنا مع الأخوان في الشعبية في تكريم رمز من رموز بحري، وإن شاء الله المبادرة تتواصل. عندنا رموز كتار في بحر موجودين، وإن شاء الله الناس كلها تضرب أبوابهم وتصل الفكرة للجيل القادم إنه التواصل لازم يكون موجود بين الأجيال، ودي حاجة جميلة وإن شاء الله يكون دينا جميع أحياء بحري. حيدر رجل عظيم، فأنا أشكركم جميعا وأتشرف بهذا اللقاء وبهذا الاحتفال، بالرغم من أنني أرى أن التكريم تأخر قليلا. كان بودنا أن يكون حيدر برجليه يكون معنا متحركا كما كان متحركا في حياته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن سعيدين يعني بالمشاركة دي، الرياضيين في بحري كلهم إنه يكونوا يعني حضور ومشاركة، ويعني يمكن الناس حتشوف الحاجة دي إنه عموم رياضيين بحري هم الليلة حضور في المهرجان ده، وده ما جديد على الرياضيين بيكونوا في وقت الشدة مع أي رياضي. ونقول لهم مشكورين على حضوركم وعلى يعني حضوركم لنا في مدينة الشعبية، ونشكركم انتم مرة ثانية على حضوركم. لعيبا طلعنا من حي الشعبية والسلة الشعبية في منتخبات وطنية، ولعبنا في نادي التحرير، فريق القومي السوداني، فريق القومي العسكري، والحمد لله رب العالمين، لعبنا خارج السودان، فكل هذا بفضل هذا الرجل العظيم الذي أنجبته هذه الشعبية. والتحية له، والتحية له، ونتمنى له طول العمر والصحة والعافية. هذه جد يعني نعمة من الله إنك تحظى بهذا الحب وهذا التقدير وهذا الإعجاب، وده كله ما جساي ولا جعبط. هذا الرجل، هذا الرجل، وأنا من الناس اللي شهادتي فيهم مجروحة. هذا الرجل أحطى وأحطى وأحطى ولم يستبق شيء، فتحرك بالليل وبالنهار من أجل رفعة وناية الشعبية. فلا ما في يعني الكلام الآن يتدفق كالسيل في هذه اللحظات، فأنا ما بقول له إلا شكرا 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 للأخ العزيز حيدر الجقدلي، وباسم كل أطياف الشعبية بقول لك شكرا
وشكرا جزيلا لما قدمته، ربنا يديك الصحة والعافية. تابعنا مع بعض فقرة تكريم لواحد من رموز الرياضة في بحري والشعبية هو حيدر الجندري، وأيضا معنا عبر الهاتف للحديث حول الرياضة وأيضا الكتابات الرياضية وبالتحديد أسلوب المناكفات والكتابة الساخرة اللي موجود عنده، هو الصحفي الرياضي بابكر سليك. صباح الخير عليك. السلام عليكم، مرحب بسودانية 24 ومرحب بسودانية الرؤى ومرحب بكل المشاهدين الأحبة، وإن شاء الله تكون درجتنا لذيذة وتفرق حبة عن الأجواء الكاتمة الخريفية دي إن شاء الله يا رب. يمكن يكون لغب سلك وعلاقته بعنوانك من خلال العمود اليومي في السلك. في السلك طبعا هي عبارة يعني متداولة بين الناس كثير، بتعني انه يعني الحاجة مضبوطة يعني 100%، يعني حاجة في السلك معناها ثلاث كلام. واخترت الاسم ده يمكن يكون او العنوان ده عشان سلك اساسا، يعني لغب سلك اللي اختارني ده، قمت قلت ربطت المسألة بيه يعني. جميل. يعني اتمنى انه يكون العمود ذاته إضافة للكتابة الصحفية الرياضية على وجه التحديد يعني، أو وجه الخصوص، وإنه يكون بيلقى حظه يعني من الناس ويدي أهدافه اللي أنا بقصده من وراه، يعني تطوير المسألة الرياضية أو إدارة الرياضة عندنا والنهوض بكل المناصب. يعني أنا ما زول كرة قدم بس، يعني الرياضة من وجهة نظري ما كرة قدم بس، لكن فرصة إننا نناشد لجنتنا الأولمبية واتحاداتنا العامة لكل المناشط الثانية إنها شوية تتحرك يعني وتفعل الدور الأساسي المنبهة عشان نشوف عالمنا يعني بيفرش في الأولمبيات في نهايات الأشياء في كل المناشط الرياضية. إن شاء الله تبقى مناشدة ومبادرة تقود 24، يعني ينتج عنا مؤتمرات، ينتج عنا قعاد، ينتج عنا تفكير، ينتج عنا استقطاب لأهل المناشد ذات الخلوها بالنسبة للإهمال الأصابة، سواء كان إهمال حكومي أو إهمال إداري يعني. ونتمنى انه طوال يكون لقاءاتنا مثمره، نتمنى انه يكون طوال احنا في تقدم، نتمنى انه دعواتنا ذاتنا بندعي لربنا سبحانه وتعالى تتغير، لانه نحن بنمسك في دعوه واحده وندعي طوال لانها ما قاعده تتحقق، فلما تتغير معناتها الفاتت تتحققت وطموحنا اصبح اكبر، ندعو كمان دعاء جديد وحلم جديد ومستقبل جديد وسودان جديد بإذن الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. يمكن يكون من المعروف جدا بالنسبة للناس وقد يكون لا يعني ما معروف برضو لبعض من الناس اللي بتتابعين الآن، إنه بابكر سلك هو صحفي رياضي ولكن عنده جوانب أخرى، هو عمل الأساسي كمحامي وأيضا هو ممثل يعني، فكيف قدرت تجمع كوكتيل ما بين كل الحاجات دي؟ والله أستاذ الرؤى يعني أنا من ما أقدر أقول من رواد المسرح، أنا من عشاق المسرح، والمسرح هو أبو الفنون، وحتى الحياة ذاتها هي مسرح، يعني فيه مسرحية تعرض على خشبة الدنيا دي، وفيها مشكلة وفيها عقدة وفيها تصور للحل وعندها نهاية، وفي أدوار بيقوموا بها ناس، والحياة دي فيها ناس
الواحد بيكون سيناريتي وفي مخرج وفي ابطال فيها وفي كومبارس. يبقى الحياه هي مسرح. المسرح ده انا مسيطر عليه سيطره كامله، حتى كتابتي ذاتها انا بشوف انها هي رابعه من سدي المسرح. حتى المحاماه اللي لقيت نفسي فيها وما قدمت لها حته غير المحاماه بالمهن القانونيه الكثيره، مع احترامي الشديد جدا لها، لكن لان المحاماه بتلقى فيها بعض الحريه اللي بتخليك تأدي أداك. ما أنا كممثل على الخشبة بكون داير أغنى المشاهد ده بالفكرة والشخصية اللي أنا متقمصة بأديها دي. فكمان في المحكمة برضو أنا داير أقنع القاضي بفكرتي اللي أنا مقتنع بها عن موقف موكل اللي بمثله قدامه. فسبل التوصيل هي ما كتابة وورق وحرف وبس، إنما يعني بتلشن انت في الاداء وبتتقمص شخصياته وبتوصل فكرتك عن طريق ادائك ذاته. فانا بفكر انه اذا كان انا عندي حياه مشكله فالمسرح هو الشكل لي كل حياتي دي. عمودي شكلوا المسرح، عملي في المحاماه شكلوا المسرح، حياتي العامه مع الناس مع الاحبه قعد جلسه كاس الشاي، دخل الكوره ادخل كوره في المدريات الشعبيه، علاقاتي الاجتماعيه دي كلها حياه شكل المسرح اللي هو اساسا بيسيطر عليه يعني. ففرصه ثانيه كمان يا استاذ رؤى، نحن الناشد اهل المسرح والناشد اهل الثقافه. نحن بعد الحراك ده كنا متخيلين اول عجلات الحراك تبدا بالاعمال المسرحيه وبالدراما، ونقدر نقود السودان في المرحله دي بدراما مفيده توجه الناس وتوجه الشباب دي، لانه نحن دورنا شنو، المفروض نعمل شنو، وننسى عبارة البلد دي عملت لي شنو، نستبدلها بعبارة جميلة نحن قدمنا لبلدنا شنو. ده السؤال المفروض يسأله كل زول لنفسه عشان يقدر يقدم. وبدون من على الوطن مهما قدمت، بدون من نسأل نفسنا وبدل نقول يا أخي البلد دي عملت لنا شنو، يا أخي نحن عملنا لها شنو. فأنا بناشد برضه أخواننا المسرحيين بأنه يا أخواننا وينكم من بعد الثورة؟ كن موجودين في الثورة بس ما تكون واضحة، لكن وينكم بعد الثورة؟ ده وقتكم، دي رسالتكم، ده وقت عملكم، وقت حياتكم. دارين نشوفكم، دارين نشوف بصمتكم في دفتر أحلام المستقبل يعني، ومساعدتكم لترقية الناس ولقيادتهم. يعني المسرح يقود أمة، تني مسرحا عطيك أمة. أكيد المسرح هو معالجات لكثير جدا من القضايا، وأيضا عكس لما يدور في المجتمع بشكل كبير. صوتك بعيد شوية، ما سمعت كويس. قلت لك المسرح هو معالجات لكثير جدا من القضايا، وأيضا هو من خلاله بيتم عكس المجتمع يعني، وبنعكس للشعوب الأخرى ما يدور داخل السودان فقط عن طريق المسرح. ولكن أيضا أستاذ بابكر، يعني ملاحظ جدا من خلال الكتابات الرياضية بعض يعني الكتابة الساخرة والمناكفات ما بين الرياضيين، هل ممكن تؤدي للتعصب وفي الرياضة بشكل أكبر يعني؟ طيب يا ستي، بيعتمد على نوع الكتابة. إذا كان نوع الكتابة هي مزاح وطرفة ويعني من القبيلة، فأنا ما أفتكر حد أدي لأي مشكلة. إنما ممكن تقودنا لجانب ايجابي جدا جدا اللي هو التعصب الايجابي، تقودنا للتعصب الايجابي. والتعصب الايجابي يعني انه انا ان امارس كل الانتماء لكيانين انا بعشقه الرياضي ده، ولما اتعصب له تعصب ايجابي يبقى حاقدم خدماتي له عشان اطوره عشان انميه عشان يعني احقق كل الاحلام المشروعه بالنسبه للكيان بتاعي ده. اما التعصب السالب هو التعصب اللي بيقوم على هدم كل منجزات الاخرين. يعني انت داير تفكر في انه الند او الخصم او الفريق الثاني او المنافس او الحاجات دي، انا كل تفكيري بيعتمد على انه يعني انا كيف اعيق حركه تطورهم، انا كيف اعمل كده، وبالتالي ما حفكر في كياني انا اقدمه كيف ولا اعمل شنو. فانا ضد التعصب السالب ده، اكسر كراسيك تكسر كراسي، اسيئك تسيئني،
أهتف ضدك، أفرح لهزيمتك الدولية، ده تعصب سالب وما بيشبه الوسط الرياضي اللي بيقول اللي يتربى على إنه خلي أخلاقك رياضية، تقبل الآخر وتقبل كل الأشياء. لكن أنا من أنصار التعصب الإيجابي اللي هو اللي بيخليك تتفانى في إنك تقدم كل ما عندك من طاقات وأفكار وجهود لكيانك عشان ترتقي به دون التفكير في تحطيم الآخرين. نحن طبعا عايزينك تقدم لنا واحدة من كتاباتك كانت عبارة عن خليط وتجانس ما بين اللغة العربية والإنجليزية، جنب الريفا، صح؟ بس لسه عبينا حاجة، مقتطفات بسيطة. أفتكر last week العنوان حقها last week I was sitting جنب الريفر. Last week I was sitting جنب الريفر watching the moon like Rai holding خليفة smoking a cigarette والدماغ متكيفة. فجأة I noticed a man شاب صغير but he was متجنفة driving a car والكار كورولا مكيفة. He wants to غسل إيد بسرعة and think weekly in a shiva. So he got it جنب الريفر. When he got it جنب الريفر تمساح كبير swim to eat and so he cuff راح خاطفة. Shows the man in صوت كلير what did you do تمساح كبير. Why did you take my car بدير. Why did you leave my ريحة طير. هنا التمساح بير وقال أنا التمساح someone like to call me crocodile. تحت الكوبري القديم always style. تحت الكوبري الجديد always جايل. تحت الكوبري اللي اتعمل فينا ويدس الفايل always style always جايل. Do you want to crawl back or are you sing and say you guile? Never you man, this is your boat. Wallahi hail. So شوف you man, لو عدت back for this مزاحي I will أصيبك بالجراحي. Unfortunately to go again, it is better to you خليك صاحي. It is better to you خليك صاحي. شكرا لك الصحفي الرياضي والممثل وأيضا المحامي بكر سلك، شكرا لك وشكرا لكل المتابعين لحلقة اليوم من صباحات سودانية. وصلنا لختام حلقة اليوم، نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار بعض المواضيع المختلفة، وأكيد كل المواضيع اللي كانت موجودة معنا داخل الاستوديو وأيضا عبر المحطات الخارجية. نهاية أسبوع سعيد لكم إن شاء الله يا رب، حتى جديد الملتقى في أمان الله.